وندعو إخواننا الذين هم في الثغور أن يعلموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاده وفي وقوفه وقد غبرت قدمان وعينا في سبيل الله، أنه ليس حاله كحالنا نحن. ولا ذكرت أن عبد الله بن المبارك ذهب إلى المعركة والفضيل بن عياض يبكي في المسجد يصيح يا الله يا الله مدد مدد يا الله مثلا يعني. فكتب له رسالة: ما تصنعه تلعب في دين الله، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. وبين لها أن الأصل ليس هكذا، وإنما عليك أن تعلم حقيقة معنى الوقوف مع المسلمين، وأن تكون عونا للمسلمين وليس مثبطا أو متناسيا لأخبار المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بكذا لنا: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. فوجب علينا أن نناصرهم وأن نعينهم لعدة أمور: لمقدساتنا، لمعتقداتنا، لأن الأرض أرضنا وإن كانت قطعت فهي أرض المسلمين، وهم عليهم أن يقوموا بالدور. وإن وجب على الجميع، إن توقفوا من وجب علينا جميعا بكل صراحة، لكن الحمد لله هناك من قام بالدور، وإلا لأثم الجميع. تعرف فرض الكفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض فقولنا لهم توقفوا معناه أن الفريضة تنتقل إليك. وبما أنهم يقومون بالدور فجزاهم الله خيرا، نسأل الله أن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يسدد رميهم، لأنهم هم الذين يقومون بالواجب الآن. وهذه القضية التي شغلت الآن العالم يعني نحتاج إلى إعادة نظر في كيفية رؤيتنا ونظرتنا لكل المواقف والأحوال. وإذا جينا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن الأمر هكذا: 40 واحد يستطيعون أن يتغلبوا على 2000، حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك قرآن يتلى إلى يوم القيامة: علم الله أن فيكم ضعفا، خلاص اكتب عليكم أنه بعدنا أقل، ما 40 وعلى 2000 كثير عليكم. لكن عندما نجد أن أولئك الذين قال الله عز وجل أنهم عندما التقوا بالعدو قللهم الله في أعينهم، يشوفوه قليل، بينما الأعداء ينظرون إلى المقاومين كثرهم الله في أعينهم. قلت: من حين خرجوا هؤلاء ومن أين؟ فقذف الله في قلوبهم الرعب. ولك أن تقرأ القرآن الآن وتنظر إلى الموقف بنظرة أخرى، وستجد أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله، والأحوال والمواقف تتكرر كما كانت. اقرأ السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد أن مثل هذه الأحوال ومثل هذه المواقف تعود من جديد وتتكرر، وكأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن علينا أن لا ننسى أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
هذا إذا كان اجتمعوا للمضرة، وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن يشمل ما أعده الأعداء. يعني مثلا أعدوا أن لا تنطلق هذه إلا بضغطة من زر كهربائي، والكهرباء ذيك لو تنطلق وما يقدر حتى يعمل ذلك الزر، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن ينصر عباده. لكن من هذا النصر موعود المؤمن، إن نصر الله، إن تنصر الله ينصركم. أما إذا كان لا ينصر الله وإنما يخذل في الله ويصد عن الله عز وجل، لن يجد هذه النصرة الإلهية، بل يتلقون الضربان تلو الضربات وهم لم يشعروا بقيمة الاستمساج بمقدساتهم وحقهم وما أوجب الله عليهم من الاستمساك به.